بزاف ديال الناس كيتسائلوا علاش كيظهروا هاد الطفرات، علاش كيظهروا هاد المتحورات، وعلاش كل مره كيكون متحور اخطر من الاخر. واش كاينه شي طريقه باش يمكن لينا نتجنبوا ظهور ديال الطفرات؟ نعرفوا بانه الطفرات والظهور ديال الطفرات في الفيروسات هي واحد المساله طبيعيه وعاديه ومتوقعه. علاش؟ لان الفيروس ملي كيدخل لجسم الانسان، كيدخل لخليه الانسان، كيبدا كيتكاثر وكيتوالد، كيظهروا منه ملايين ديال النسخ. هذوك الملايين النسخ ما كيمكنش يكونوا كلهم نسخه طبق الاصل الفيروس كيف ما دخل. كيوقع فيهم بعض الاخطاء، اما جزء من الفيروس كيبدل المكان ديالو، او جزء من الفيروس كيتنسى، او شي جزء من الفيروس كيتزاد، وبالتالي هذه كتسمى طفره. وكل نهار كيوقعوا العديد كبير ديال الطفرات في الفيروسات، ومن بيناتهم طبعا الفيروس ديال كورونا. من النهار اللي بدا الى اليوم ظهروا فيه الاف ديال الطفرات، ولكن الطفرات ماشي كلهم عندهم اهميه، كيكونوا طفرات بسيطه جدا ما كتاثرش على التطور لا الفيروس ولا ديال الوباء. شكون هما الطفرات اللي عندهم الاهميه؟ هما الطفرات اللي كتجعلوا كيكونوا كيوقعوا في واحد الجزء حساس من الفيروس، وانا ذاك كيولي الفيروس اما كينتشر بسرعه، ولا كتولي عنده خطوره اكبر، ولا كتولي اللقاحات ما كتنفعش معاه، ولا كتولي وسائل التشخيص ما كتعرفوش. هنا كنتسماو بانه هذا واحد الطفره اللي خصنا ننتبهوا ليها، وطفره اللي هي خطيره وكنسميوه متحور. واش كاين شي طريقه باش يمكن لينا نتوقعوا ظهور ديال هاد الطفرات؟ ما عندناش. كنعرفوا الطفرات راه غتبان، ولكن ما كنعرفوش فوقاش غتبان، ما كنعرفوش واش غتكون خطيره ولا لا، ما كنعرفوش العدد ديال الطفرات. اللي حنا كنعرفوا ومتاكدين منه هو انه كل ما انتقل الفيروس من انسان لانسان، كل ما انتشر الفيروس، كل ما تكاثر الفيروس في المجتمع، الا كيتكاثروا الحظوظ ديالو باش تولي عنده طفرات اكثر واكثر. واللي كنعرفوا الحاجه الثانيه كذلك هو انه من حد حنا كنديروا اجراءات احترازيه وكننقصوا من انتقال ديال الفيروس، راه كننقصوا حتى من الطفرات. واليوم كاين دراسات اللي كتقول باللي كذلك حتى اللقاحات، وهذا مهم جدا، اللي كتنقص من انتقال ديال الفيروس كتنقص من ظهور ديال الطفرات. وباش ننقصوا من ظهور الطفرات وباش ننقصوا من ظهور المتحورات، خصنا نلتزموا بالاجراءات الاحترازيه باش نديروا التلقيح ديالنا، باش كننقصوا من فرص انتقال ديال الفيروس اللي كنسميوها، كنهرسوا السلاسل ديال انتقال العدوى، ونمشيو للمناعه الجماعيه في اقرب وقت باذن الله.